مباشرة من برشيد بالضبط من سوق الجملة للخضر. يعني الحريق مهول شب على تقريبا واحد 40 طن ديال البصلة. السلطات ديال الوقاية المدنية في العداء اللي كتحاول إخماد الحريق. كتشوفوا مجددا متابعي قناة شوف تي في مباشرة من سوق الخضر الجملة بمدينة برشيد. مدينة برشيد يعني في الأثناء يعني حريق البصلة اللي تقريبا شي 40 طن ديال البصلة. مازالت العناصر ديال الوقاية المدنية تحاول إخماد الحريق في هذا الأثناء. كتشوفوا مجددا متابعي قناة شوف تي في مباشرة من جيمس باكسون هاد الأثناء. يعني عناصر ديال الوقاية المدنية كتحاول إخماد الحريق اللي أتى على 40 طن ديال البصلة. كتشوفوا مجددا متابعي قناة شوف تي في هذه هي المخلفات ديال هاد الحريق اللي لازالت السلطات ديال الامن اللي فاتحه تحقيق في هذا الموضوع. يعني تحرقات يا ربي السلامه بهذا الشكل. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. العناصر ديال الوقاية المدنية لا زالت تواصل عمليات يعني إخماد هذا الحريق اللي كيف ما كتشوفوا مجددا متابعي قناة شوف تي في هذه هي ربي السلامة. العناصر ديال الوقاية المدنية لازالت تواصل العمليات ديال إخماد الحريق اللي شكر وتقدير العناصر ديال الوقاية المدنية اللي كتحاول السيطرة على هذا الحريق محاولة يعني سد كل الثغرات اللي ممكن انه الحريق يعني اندلع من جديد.
تشوفوا مجددا متابعي قناة شوف تيفي مباشرة من سوق الجملة للخضر بالمدينة ديال برشيد النيران، يعني كتساهم حوالي 40 طن تقريبا ديال البصلة اللي كتقدر بالملايين ديال السنتيمات، وكان التدخل ديال العناصر ديال الوقاية المدنية في هاد الأثناء اللي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كتشوفوا مجددا متابعي قناة شوف تي في هذه الصنادق ديال البصلة اللي العافية يعني حاولت أتت على الأخضر واليابس كيف ما كتشوفوا 40 طن ديال البصلة. الناس لحد الآن باقي ما تجهل الأسباب ديال الحريق اللي كيف ما كتشوفوا مجددا متابعي قناة شوف تي في من خلال هذا البث المباشر من سوق الجملة للخضر بمدينة ديال برشيد. هذه المخلفات ديال هاد الصنادق كيف ما كتشوفوا يعني ما بقات فيها حتى شي حاجة، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذه الصنادق ديال الخضرة ديال البصلة اللي كانت في هذه البصلة اللي للأسف الشديد متابعي قناة شوف تي في هنا بالضبط يعني النيران، هذه هي الصنادق ديال الخضرة اللي حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. العناصر ديال الوقاية المدنية لا زالت تحاول السيطرة على الحريق في هاد الأثناء، لا زالت تحاول السيطرة على الحريق لأتى حوالي 40 طن من البصلة. الناس ديال الوقاية المدنية لا زالوا مرابطين في عين المكان المحاولة ديال يعني معرفة محاولة ديال الإخماد الحريق. السلطات الأمنية اللي كتحاول بحث تحقيق فتح بحث تحقيق في الموضوع. شوفوا مجددا متابعي قناة شوف تي في مباشرة من سوق الجملة للخضر بمدينة برشيد. في هذا الأثناء لا زالت العناصر ديال الوقاية المدنية مرابضة كتحاول يعني السيطرة على هذا الحريق
اللي هذه المخلفات ديال هاد البصلة اللي حوالي تقريبا 40 طن ديال البصلة، 40 طن ديال البصلة. نسأل الله العافية، نسأل الله السلامة. الصنادق خصوصا ديال البلاستيك ولا ديال العود ولا هذه هي الحالة ديالهم. للأسف الشديد متابعينا مشاهدينا الأوفياء القناة شوف تيفي، من خلال هذا البث المباشر اللي كيف ما كتشوفوا، ورغم ذلك يعني السلطات العناصر ديال الوقاية المدنية اللي حاولت تدخل في الحين، تدخل في الوقت المناسب، وتم يعني إخماد هاد النيران ديال هاد الحريق. يعني شكر موصول للناس ديال الوقاية المدنية بمدينة ديال برشيد اللي كان تدخل في الحين، كان تدخل في الحين، لو ما كانش الأمور يعني كانت غادي تكون واحد الكارثة لا قدر الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله يصبر الناس. أحد العناصر ديال الوقاية المدنية اللي لا زال يعني كيتأكد من بعض الثغرات لأنها ممكن أنه يعني يتم تيقن في الحين، تيقن في الحين من أنه يعني بالنسبة لهذا الحريق. قناة شوف تيفي مباشرة من سوق الخضار بالمدينة ديال برشيد، اللي العناصر ديال الوقاية المدنية لا زالت بعين المكان محاولة لإخماد هذا الحريق. أشرف والله مشيوا تقريبا حوالي كيف ما ذكروا الاخوان تقريبا واحد 40 مليون ديال السنتيم، 40 مليون ديال السنتيم. هذه هي يعني 40 مليون ديال السنتيم، ما يناهز عن 40 مليون ديال السنتيم، تقريبا شي 40 طن. لا 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 ل
ديال الوقايه المدنيه كيف كتكون مثلا المستشفيات انا سي تي في يعني في الاثناء يعني كيحاولوا انه تاكد ديال المخلفات ديال اللهم امين اخويا، وكنتمناو من الله هذا الشيء يدخلوا فيه مسؤولين كبار باش هذا الشيء نعرفوا واش يكون السبب. هادشي اللي بغينا دابا نوصلوا، بغينا الراس، بغينا نوصلوا لشي حاجه باش حنايا مرتاح وبنادم يرتاح، حيت ما يمكنش واحد غيدخل من برا قال لك غيدخل غيحرق. كاينين هنايا بعد خمسه الخضار هذو المويه البصله ولا سته غيحرق جوج الناس هما اللي غيجيهم ينقز عليهم ويحرق ما همايا. يمكن راه شي واحد مصيفطو. دابا بغينا هاد السيد السلطه دير الخدمه ديالها باش نوصلوا لهاد السيد باش هو يورينا شكون مصيفطو. هادشي اللي كاين خساره كبيره. هادشي شحال تقريبا؟ ايوا دابا البصله راه 170 ريال باش البصله مسرجينا 170 ريال لهاد الناس. 170 ريال مسرجينا من المكناس والمصاريف والخدامه ولا شي الناس الطوطال كل شيء راه واحد 100 مليون هنايا ولا اكثر بين ما بين خاوي وسلعه وهاد الشيء. الناس حريفيه راه كل شيء كيعرفوا التمر ما كنكذبوش، هادشي راه كنقولوا في الصراحه. راه دايره 170 جمله. اه كلامك صحيح. احنا واخا دير البصله واخا دير 170 الناس كياكلوا فيها 4 ريال، واخا تكون ب 30 ريال كياكلوا فيها 4 ريال ولا 5 ريال، هادشي هو اللي كاين. الله يعوضك. ولا هو شي راه الشيكات مدفوعين هنايا والكريديات، صح باش البصله كتصحابها كل شيء ارباح ديال الناس حاطين هنا، راه الكريدي. راه باغي نعرفوا هاد اللي حرقنا بغينا نعرفوا شكون هو اللي مصايب. خاصه وضروري خاص السلطه دير الخدمه ديال الخدمه ديالها باش نلحقوا لهاد الحق. راه كنتمناو السلطه دير الخدمه ديالها هادشي اللي كاين، واخر ما كاين الله لا اله الا محمد رسول الله والله يعوض. شي واحد صايبينو ما يعرفوا شكون هما تاهما باش يرتاحوا. هاك مصطفى هذا كيجي هاد الناس راه محلونه بزاف، راه فايت 60 مليون ولا سيدي. نعم فايت 60 مليون اللي تحرقت لينا والخاوي بزاف، شي 3000 ديال الخاوي اللي تحرقت. اه اللي تحرقت لينا شلفلو الشيكات والكريدي وكلشي. شلا حرقونا السات فياجات ولا اكثر اللي حرقوا لينا ديال البصله، فايت 70 طون ولا 80 اللي حرقوا لينا. الله يعوض. احنا كنخلصوا العشر، كنخلصوا العساس، والسوق ما محميش. السوق راه ما محميش، السوق راه فيه الحقره. السوق راه الا بغيتي ما عرفت شنو هو، راه كنقول لك لا اله الا الله محمد رسول الله. اللي سولتي على السوق ديال البرشيد كيقول لك اخويا راه لا اله الا الله محمد رسول الله، كاين الحقره هنايا. كنخلصوا العشر، كنخلصوا العساسه، وكنخلصوا واحد بالليل وواحد بالنهار. راه ما كاينش حنايا، حنا راه ضعاف بزاف. ولا اله الا الله محمد رسول الله، راه هذا الشيء اللي كاين. انا كنتمناو من الله راه الله يدير شي تاويل ديال الخير وصافي. كما كتشوفوا مجددا متابعي قناه شوف تي في، كان هذا التصريح ديال هذا السيد مالك عبد البصله اللي مسكين تضرر، كيقول لك تقريبا حوالي 100 مليون ديال السنتيم، وكيطالبوا بالحراسه ديال هذا السوق، وب يعني السلطات انها تفتح واحد البحث وتحقيق في هذا الموضوع. كنشكركم مجددا على التواصل والتفاعل، والى اللقاء في بث مباشر اخر. هذا الشيء اللي
تفضل اخويا. السوق راه ما محميش، السوق راه كيصبحوا لنا الشمكيره 400 وات اللي لوفات، العساس كيتخلص بالليل وبالنهار وما حضاش لينا سلعتنا. كرفصونا هاد الناس بزاف، محنونا كاع. الله يعوض. مجددا متابعي قناه شوف تي في، كان هذا التصريح اللي كيطالبوا يعني فتح تحقيق في الموضوع. الله يحفظك، شكرا اخويا. نشكركم مجددا متابعي قناه شوف تي في، والى اللقاء في بث مباشر اخر.